بقولك يا ودي كابور. هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمة خطيرة. طب اسرح. خطير كتير. طب اسرح يا اخي، اقلع البتاع اللي انت لابسته دي. يا لهوي 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 لهوي، بيعملوا ده؟ بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوا الناس يا اختي، دي هبلة ولا ايه؟ قشطة يا ودي كابور. واه قشطة. ما عندكوش منها في الهيك؟ عندنا منها كتير، توها كتير. ما عندكوش منها خالص. خالص اتفرجي بس. البنت لونة يا بنت، ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا بنت المدينة. مالك يا راجل، فيصت بسرعة كده ليه؟ انا تعبان ماما. انا تعبان. انت ان متعب. اني متعب. تعالى هنا، رايح فين؟ ايه ماما ايه؟ انا لازم نام. انا تعبان ماما، تعبان. انت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا انت خش نام، وبعد ما اصحى يبقى خش خلص شغل مطبخ وانا امشي. تمام ماما، اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجالة ايه دي يا اختي؟ ها كلمنا طلعت ايه؟ ايه القرف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا لي منين دول؟ يا بنت انت هتفوقيني كده على الصبح؟ انت ايه حكايتك؟ ما تلمي نفسك يا وليه. وليه؟ حط يا بنت لسانك جوه خشمك. واحط ليه يا اختي؟ هو انا دلوقتي اللي كنت بتدلع في المطبخ؟ يا بنت بقول لك حطي لسانك جوه خشمك بدل وعزه وجلال الله، ما اكون جايباكي من شعرك اللي انت فرحانه بيه ده. خلاص يا وزه يلا والنبي. الله، اسكتي يا بنت انت. ما تتلمي يا وليه، معفنه ده انت ريحتك فاحت. انا اللي معفنه؟ لمي نفسك يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. بقول لك يا بنت انت واد حراميه ولا ايه؟ يا لهوي يا لهوي. حراميه ايه يا اختي؟ ما تشوفي نفسك يا اختي وانت واقفه مع الخرنجه في المطبخ. لا بقى، ده انت زودتيها قوي. ده انا هزودها واعمل لك فضيحه دلوقتي، واللي ما يشتري يتفرج. طب وريني يا اختي اللي ما يشتري يتفرج ده هيبقى شكله ايه؟ خلاص يا وزه، مش عايزين فضايح والنبي. لا يا اختي، انا اللي عايزه فضايح، وهعمل لك فضيحه في العماره كلها، وهخلي كل السكان تعرف اصلك وفاصلك. يا اجرى يا بندره. انا اجرى يا بندره؟ يا شمال يا غلط. انا هوريكي. انا بقى هوريكي الغلط وترتشت الزلط. يا والنبي يا لهوي. ده بس بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا توحه من دول؟ انا عارفه شكلهم اتنين سايع وحراميه سارحين في العماره. برضه هتقول حراميه؟ يا بنت يا اجره تلمي. لمي نفسك يا بنت. بس 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 يعني ما ردتش عليها يا بنت. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ وانت مين يا اخويا؟ وانت مالك؟ الحارس بتاعها ان شاء الله. حتى الراجل الكبير مش محترماه. اسكت انت بس يا توحه لو سمحتي. الله يسامحك يا بنتي، يعني ما ردتوش عليا. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ ولا حاجه يا اخويا، كنا بنعمل شغل عند الست تغريد في الشقة فوق، واحنا نازلين شفنا اللونة واقفة في المطبخ. لا ما شفناش حاجة، احنا كنا قاعدين فرمت الزبالة علينا فتعاركوا بس. طيب حقوق علي انا، اكيد توحة ما كانتش تقصد، صح يا توحة؟ صح يا راجل يا طيب. يلا بقى. طب صلوا على النبي كده بقى وهدم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كمان زيدوا النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله 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 يا سلطنة، اتعرف كل الزبائن دي بتيجي عشان تسمعك مش عشان البنات بس، ولا ايه يا موز؟ والله شيء رائع يا مدام سرور. بيت يا فانيلا، هاتي الفاكهة. هاي الفاكهة يا أبلة. حطيها. حطي حتة حشيش يا بنت في البخور كده، خلي الأساتذة يتسهللوا كده. حاضر. حطي يا بنت، ما تبقيش بخيلة. أهو يا أبلة والله، دي ريحتها لون. قوم شوف الباب يا عجوة. شوف الباب يا فاردة. شفته. ماله بقى الباب؟ يا عم قوم افتح الباب، باين على أبو غباء. الله الله، طب بلاش شتيمة بقى قدام الناس، قولنا قبل كده. خلاص قوم افتح الباب يا فخده بيه. ايوه كده يا اخي.
ينور عليك يا سلطانة، عايزين بقى نسمع الحاجات الحلوة بتاعتك دي كلها. ده طلع أبو الكوامل السمسار. إيه ده؟ طب دخله جوه وأنا هجيله. حاضر يا أبلة سرور. إيه ده؟ إيه يا عجوة ده؟ يلا بقى سهلنا بقى كده وسمعنا حاجاتك الحلوة. يلا. أيوة هو ده، هو ده جيالك. اهلا اهلا يا ابو الكوام. اهلا بيك يا ست الكل. انا مؤاخذه يعني بلغوني ان حضرتك عايزه تقابليني. وانا استغنى عنك يا ابو الكوابل. بقول لك ايه، عايزك تشوف لي شقه كده حلوه هنا جنبنا في المهندسين وتبقى ليها مدخل خاص. اه فهمت، يبقى سعادتك عايزه تعمليها شركه او مدرسه خاصه. يكتك ايه. بس بقول لك ايه، ما تبقاش في الادوار العاليه، ها خليها لي ارضي عشان الضيوف بتوعي ما يحبوش يطلعوا في الادوار العاليه، بيتعبوا يا حرام. وبعدين ايه، تبقى هاديه قوي عشان ما يحبوش حد يشوفهم لو هم داخلين ولا هم خارجين. صح والله، هم الضيوف بيتعبوا. عينيا يا ست الكل، اشوف لك الشقه عينيا الاثنين. شاكره قوي يا ابو الكوام. لا لا شكر على واجب، اكل عيش. وانت بقى يا بنتي قلت لي اسمك ايه؟ وزه. الله، وزه وزه، عاشت الاسامي. الله يخليك ويكرمك. وانت يا بنتي اسمك ايه؟ خوخه. الله، وزه وخوخه، ايه الاسماء الجميله دي؟ قولي لي بقى، انتوا شغالين في الهدوم الرجالي ولا الحريمي بس؟ انا هقول لك، اصل خد بالك البنت خوخه لسه نازله معايا جديد. انا يا اخويا شغاله في الحريمي بس. انما قولي لي بقى، ما عندكش يعني قمصان نوم كده تكون شفتشي؟ لا يا اختي، ما بشتغلش في المحزق والملزق بتاع. امال بتشتغلي في ايه بدل الراس؟ احنا اتصالحنا خلاص ليه كده؟ ما انت شايفه بتلاقح كلام ازاي. بقولك ايه يا عم عظيمه، انا من عينيا الجوز يا اخويا، لو عايز اجيب لك حاجات رجال اجيبها لك لحد البيت واوصلها لك بنفسي كمان. الله يكرم اصلك يا بنتي، انا بس بستفهم عشان ممكن ابقى اجيب لكم زباين. الله يخليك، شوف الناس الكمل. لا وايه، ممكن بقى ابقى اخد لبناتي، بس اول الشهر اكون قبضت. ربنا يخلي لك بناتك، بس يا اخويا اول شهر ايه واخر شهر ايه؟ ما تشيلش هم، انا اجيب لك الحاجه لغايه عندك واعتبر الحساب كمان واصل. وصل ايه بس يا بنتي، كلنا بنجري على اكل عيشنا ورزقنا يوم بيوم. المفروض بقى نقف كتفنا في كتف بعض، مش نستقوى على بعض.